بيدك والحب والإحساس. اسمع يا قريب وعلي دمي كرم لي غالي، دم وكرم لي غالي، حق علي أو إلي لازم أنا أطلع راس، لازم هو يطلع راس، لازم هو يطلع راس. أبي يدخلك هدا 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 يلا والجزيل على الله. أبو علي هذا أنا بعشق ترى ضرب القانا، بعشق ترى ضرب القانا، اسمع عزفت ابنانا شو قالوا فيها الناس، شو قالوا فيها الناس، شو قالوا فيها الناس. بعد بعد أبي براسك هبل لو نظرة منك بنعادل، لو نظرة منك بنعادل، أو نظرة منك بنآمل، موش عيب يا ابن الناس، موش عيب يا ابن الناس، موش عيب يا ابن الناس. اكرم يا مصالح ترى أصحاب لو مهما جرى، لو مهما جرى كتب ترى ما ينشرى، انت حجر الألماس، انت حجر الألماس، انت حجر الألماس. لولا حيادالي، لولا حيادالي، ويم غصون العالي، ويم غصون العالي، وجد لولا حيادالي، لولا حيادالي، ويم غصون العالي، يم غصون العالي. أبو سامي اصحى اصحى، اشرب القهوة يا زلمة، مش انت اللي طلبتها؟ قوم يا ولي. شو بدك يا ولي؟ شو بدك؟ الدنيا الصبح هادي. لا حول الله يا ربك يا زلمة، شو الصبح؟ الدنيا الظهر وبعدين معك. قوم اسمعي، خليني نايم وروقي. يا سلام، والمنجرة مين اللي بده يفتحها؟ اه ولا ناوي تخليها مسكرة اليوم؟ ليش تفتح؟ عشان ادق مسمار لباب خزاني مخلوع بنص دينار، ولا ادق لي مسمارين لفرش كعك بعشر قروش؟ سيبيكي من هالحكي. هاي لهجه غريبه علي. هسه المنجره اللي طول عمرها باب رزق صارت كخه؟ باب رزق؟ اللي بسمعك بقول فاتحين مول ولا فاتحين معرض موبيليا، اي باب رزق اللي بتحكي عنه هذا؟ انت عشو بتلحن؟ فهمني. اسمعي، صوت منشار الكهرباء لسه اهول من صوتك، نقي لحالك. طيب اعمل لك فطور؟ بديش اشي منك. طيب اشرب القهوه. اشربيها انتي. اخ منك اخ، والله انا عارفة هالحركات ليش قاعد بتسويها. بسيطة، لوقته بفرجها الله. اها هيك انغلبت. ها اعترف يا زلمة، هي جاية من الطاولة بلا طول عمري مغلوب. يا زلمة ليش هيك بتحكي انت؟ يقول الحمد لله. الحمد لله على كل حال يا سيدي. ما بدكش تقوم تفتح المحل؟ ليش افتح؟ ليش افتح؟ عشان عداد الكهرباء يضل يعد علي وادفع فواتير؟ مش فاتح. تعال شو بدك تسوي؟ اسمع، انا في براسي مشروع، بدي اجيب عمال احطهم في المنجره، بدي افتح محل مفروشات كبير. والله مشروع كويس، بس اذا هذا بده تمويل. ما هو لا اخفيك، المره جايها شويه قروش ورثه من وراء ابوها الله يرحمه، ومستنين حصر الارث، بس ما بعرفش قديش طلع لي. يا سيدي كويس، اصلا بين المرأة وجوزها ما في فرق. صح. شو رايك تلعب لك كمان دق؟ يلا هسه هي. هاي كشف حساب من البنك، جبته بتاريخ اليوم. ايوه يا سيدي، بس البنك راح يوزع علينا الفلوس حسب حصر الارث. كيف يعني؟ يعني اختك ام سامي بدها حصتها. يا سلام، شو هالحكي هذا؟ شو ام سامي وحساب وحصر ارث و... من ايمتى النسوان ولا الخوات بيورثوا؟ شو هالحكي هذا؟ الحكي هذا انت بتحكيه، بس الشرع بيحكي غير هيك. الشرع بيحكي انه إلها حصة. اسمع يا فايز، المال اللي تعب فيه ابونا طول عمره بدك ايانا نعطيه لواحد غريب؟ بس مثل ما هو ابونا هو ابوها كمان. سيبك من هالحكي الفاضي كله، ام سامي اختنا وانا بعرف كيف احكي معها واخليها تتنازل. بعدين يعني
لا هي أول واحدة ولا آخر واحدة اتنازلت لأخوانها. إيش؟ ليش حكيتي؟ مش حاسبين حسابك في الورثة؟ ليش؟ ليش بدك تتنازل عنها؟ أنا ما قلت لك بدي أتنازل، بقول لك يمكن فايز وفارس مش حاسبين حسابي بالورثة. طب اسمعي، روحي خل نروح نشوف شو عملوا. يلا. طيب خليني أروح أغير بالأول. يلا بسرعة. قال مش حاسبين حسابها في الورثة إذا الشرع بيعطيها ميراث. بتعرف يا عم غافل إنه الدنيا صارت الأيام هاي عجب العجاب؟ شلون؟ أنا بقول لك، مثلا أنا زمان كنت أشتغل بدينار ودينارين وكنت الحمد لله أروع البيت ومستورين وعايشين. مزبوط. الأيام هاي لو اشتغلت بعشرين دينار بتظل ملحوب، شو تغير علينا؟ الله يسامحك على هالسؤال، أنت ناسي إنه كل ما زاد دخل المواطن بتزيد تكاليف الحياة. ما هو هذا سؤالي، ليش بتزيد؟ يا أبو محمد، الشغلة اللي كانت زمان بدينار هسا صارت بخمسة. أنت هسا قديش كنت تبيع كاسة الشاي زمان؟ بقرشين، وهسا صارت بعشرين قرش. يعني الحياة اختلفت، عرفت؟ تختلف أول عن هسا. والله كلامك مضبوط يا عم غافل، بس بدي أسألك سؤال. اسأل. زمان كان أول أحسن ولا الأيام هاي أحسن؟ سألتني، الأيام هاي أحسن، قل لي ليش؟ ليش؟ أنا بقول لك لأنه كل إشي متوفر ومصاري موجودة. شو استفدنا لو كل إشي متوفر ومصاري ما فيش؟ شو بدنا نستفيد؟ هاي في زبون جاي لعندك، قوم 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 بلا سوالف مرقة، قوم وروح اشتغل. حاضر. ما أنا قالوا شغلة بفتح لي مليون موضوع عندي، أما شو لا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. هيك لعاد بدهم يأكلوا حقك أونطة. يا ابن الحلال هدي أعصابك، صحتك عندي بالدنيا، الله يلعن أبو المصاري. مش موضوع مصاري، موضوع اللي بتنازل عن حقه ضعيف وإحنا مش ضعاف. وين رايح؟ إن شاء الله بدك تروح تعمل مشاكل. بدي أروح أستشير الناس اللي بتفهم في مثل هيك قضايا، بدي أجيب لك حقك غصب عنهم. أنا هسه بطلت بدي حقي عاد. مش عكيفك. وبعدين في الحال يا ربي، الله يسامحك يا أبا، لو قسمت علينا الورثة قبل ما تموت مش كان أحسن؟ يا الله يا رب. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يعطيك العافية حجي. الله يعافيك يا ميت، أهلا وسهلا. تفضل تريح. بعد إذنك يعني بدي أستشيرك بشغلة. على طول يا عم، إحنا شو قاعدين هون غير بخدمة الناس الطيبة؟ تسلم تسلم تسلم. ريح وسولفني، شو موضوعك؟ هذا يا سيدي، زوجتي أبوها توفى رحمة الله عليه. تعيش. والمرحوم ترك ورثة، والمثل بيقول اللي بيتركه أبوك إلك ولأخوه عين العقل. بس إخوانها فاهمين الموضوع غلط. شو اللي صار؟ اليوم رحنا عليهم حتى نتفاهم معهم. وشوف يا سيدي شو اللي صار. تفضل يا أختي وقع. شو هذا؟ على شو بدها توقع؟ تنازل بحصصها إلي أنا وفايز مشان نعرف نتصرف. بس ما شفتكم يعني عطتوها إشي حتى تتنازل. يا سلام، هو حدا اشتكى لك ولا هي شكت لك؟ الله يوفقك أبو سامي، خلينا إحنا وأختنا نتفاهم. بس أختكم هاي أنا زوجها، يعني أنا مش غريب. شو رأيك أختي بكلام جوزك؟ بصراحة كل الكلام اللي حكاه مزبوط. ها؟ معنى هيك انت مش معانا، انت معه. احنا صرنا فريقين ولا شو؟ الحق حق يابا. يا اختي يا مسامي اسمعيني كويس، هلا في كثير نسوان سامحن اخوانهم وانت مش احسن منهم. بعدين احنا في عاداتنا عيب الوحده تقاسم اخوتها. مش عيب الاخوه ياكلوا حق اختهم؟ اسمع، لا تتدخل بيننا وبين اختنا، فاهم؟ وانت اذا بتردي على كلام جوزك هاد، لا انت اختنا ولا منعرفك. يلا مع السلامه. والمسكينه محتاره، ويلها تخسر اخوتها ولا ويلها تخسر ميراثها، ومش عارفين شو بدنا نسوي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب شو المطلوب مني؟ بدي تدني كيف ارفع قضيه وشو بصير معنا فيها. بسيطه ولا يهمك، حلها عندي. عندك انت؟ كيف؟ انت ما عليك، انت بس تعطيني عنوان اولاد المرحوم واكتب لي اسم المرحوم من اربع مقاطع
واترك الباقي علي، وانت روحها شو ما صار لا تسألهم. قديش تؤمر؟ لا 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 الله يسامحك، ول انا شو بدي اخسر؟ مش راح اخسر اشي عمو، مثل ما بقول لك انت روح على البيت واطمئن وطمن مرتك. يا سيدي الله يقدرك على فعل الخير، اعطيني ورقه خلني اكتب لك الاسم. اتفضل اكتب لي الاسم من 4 مقاطع. يا فايز اسمعني منيح، اترك كل اشي بايدك وتعال فورا. مصيبة كبيرة. يا سلام عليك، يا ريت انه اختك رفعت قضية وخلصنا، المصيبة اكبر من هيك. يا رجل بعدين معك، اهدى وطول بالك، تعال على البيت وبنتفاهم. خلص فورا. يلا مع السلامة، الله معك. ايه؟ مين طلع لنا هذا؟ منين؟ ممكن تفهمني شو عملت؟ ما عملتش اشي، ليش مش راضية تصدقيني انتي؟ اوعى تكون رفعت قضية على اخواني وبدك تبهدلني على اخر الزمن في المحاكم. ليش هي المحاكم بتبهدل؟ المحاكم بتجيب الحق للناس. انا مش مستعدة اخسر اخواني عشان المصاري، الله يلعن ابو المصاري. ومين قال لك راح تخسريهم؟ انا اصلا ما رفعت قضية، انت حرة. المصاري بتروح وبتيجي، المهم عندي اخواني. اه زي ما قال المثل، قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. انت حرة، اسمعي قومي سوي لنا نتغدى احسن من الحكي ده. اخ بس لو اخوانها حاسين فيها زي ما هي حاسه فيها. تاكدت عموه من الحسابات ومن اسم ابوك وتوقيعه؟ تاكدت يا سيدي، بس ما قلت لي حضرتك شو بتشتغل؟ شو بشتغل؟ انا عموه تاجر بالحلال وباللبن وبالشنينه وبالزبده، زي رحمه ابوك الله يرحمه، زي ما كان ابوك تاجر بالحلال. طيب أنا بدي أسأل سؤال، يعني كيف تراكم عليه كل هالمبالغ هذه؟ إيه؟ كيف شو شلون تراكم؟ إحنا بنتعامل مع بعض من 20 سنة أنا وأبوك، وفي بيناتنا كانت ثقة. رحمة الله عليك. الله يرحمه. والله يا أخوي والله ولا مقاطعة بحديثك، ردي أقول لك أبوك كان يعطيني شكات وكنت أصرفها، ومرات يتراكم عليه 5000 و10000 وما كنتش أسأله، وما بيش بيناتنا أوراق يا عمي، كان في ثقة بين الناس ولا؟ خلصت حكي؟ ها؟ بس يعني عمره ما جاب سيرة هالدين، كيف صارت معه هاي؟ يا عمي هو الإنسان بدري إمتى بده يموت، بعدين بقيت أنا وأبوك والله يرحمه 20 عمر، وأني لولا ماني خايف عليه يتعذب بقبره، كان ما طلبت حقه. لا يا حج هذا حقك، بس بدنا اياك تمهلنا شوي حتى ندبر حالنا. بصراحة يا جماعة الخير أنا استشرت محامي وقال لي المحامي لازم الورثة اللي يدفعوا الدين سواء البنات ولا الأولاد، ما تدبروا حالكم. بس يا حج بدنا اياك تخلي الأمور مستورة بيننا وبينك، وأعطينا رقم تليفونك وإحنا بنحكي معك. على راسي وعلى مهلكم، ها على مهلكم عشان الحج ما يزعل علي. ايه الله يرحمك يا عمي. ايه خذ هالكرت تاعي. ايه ها واتصلوا بي على مهلكم. ايه تفضل وصلوا لا يفقع. تعال يا حبيبي تعال شوف هالمصيبة اللي وقعنا فيها. شو بدنا نعمل هسا؟ شو بدنا نعمل؟ احكي لي مع اختك فورا، خليها تيجي ونحل هالمشكلة. الو وين يا مسهل؟ رايح عند اخواني. خير ان شاء الله؟ ما بعرف، حكوا معي تلفون وقالوا لي تعالي ضروري. أكيد راجعوا حالهم وبدهم يعطوك حقك. ما بعرف. طيب اسمعي خليني أروح أغير وأروح معك. لا ما تيجي معي، أنا وإخواني بنتفاهم، أنت عصبي ومش ناقصني مشاكل. خاطرك اسمعي ديري بالك، أوعى توقعي على أي ورقة. اطمن إن شاء الله خير. في أمان الله. الله يحنن قلب اخوتها ليها يا رب. وين الاولاد؟ مش سامع لهم صوت،
علي في الجامعة الله يرضى عليه، ووفاء انسحر بنت الجيران، غافل علي شوية جليات بدي اروح اكمل. اقعد اقعد بدي اياك الموضوع. تفضل. جميل، شو بدي اقول يعني عدم المؤاخذة، هسه الواحد يعني اذا كذب كذبة بيضة حرام؟ طبعا حرام، الكذب ملوش الوان، كله لون واحد اسود بلاك. بلاك؟ طب يعني اذا قصدنا من هالكذب البيضة هاي انه نصلح بين طرفين يعني ونمنع الغلط حرام؟ بظل كذب واسود يا غافل. اسود؟ شو عامل غدا؟ ها؟ بصراحة يا غافل اليوم ما طبخت اشي لانه الجارات اجن زارني. الله اكبر الله اكبر، لقد ظهر الحق. شو من دارش قاعدة دار مقع، من جارة لجارة خدمتي عندك يعني هن اولى منا؟ شو يعني على رأي حبيب؟ وين اروح انا؟ وين اروح انا؟ شو بدي اتغدى؟ وين ما رح تروح وبعدين معك، لا ترفع صوتك. بعدين معي؟ اني ارى نساء قد اينعت وهان طلاقها، الامور زادت عن حدها. شايف؟ هالكذبة بيضة صغيرة عملت لي مشكلة كبيرة. عجبك يا سيد غافل؟ أكل حال الطبيخ جاهز عن إذنك. أويلي نسوان نسوان نسوان، والله غلبتني جميلة، بس إن شاء الله بتتصلح. يا حسرة علي، أي والله فكرت بدكم إياني لأنه ضميركم أنبكم وراجعتوا حالكم، طلعتوا بدكم مني مصاري؟ طيب الحل نخلي ذمة أبونا معلقة وكمان الدين معلق بركبته؟ والمحامي حكى إنه إحنا الورثة مجبورين نسدد ديون، وإلا بيرفع علينا قضية وبفضحنا بين الناس. أنتوا عارفين اللي بيرو غطى، وأبو سامي إذا عرف والله ممكن يفقد عقله. يا أختي يا حبيبتي يا عمري يا غالي، أنت علينا، أبو سامي ما إله دخل، وهي قضية بيننا إحنا الإخوة. يا سبحان الله، هسه وقت الشدايد صرنا إخوة؟ عن إذنكم. لحظة لحظة، بدك تدفعي ولا لا؟ أنت وياه قلتوا إنه البنت ما بصير تقاسم إخوانها، ليش أنا هسه ملزمة إن أقاسمكم همكم؟ عن إذنكم لازم أروح وبعرف طريق. طيب. طب والعمل؟ عمل؟ ولا شيء، احكي مع صاحب الدين هذا خلينا نشوف لنا صرفه، بركي لقينا تسوية احنا وياه. غافل وعدي بالمحاضر، غافل يا غافل غافل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي شوفي ما بي شيء، اسمع تلفونك قرقعني، بي واحد بدق عليك بقول اسمه فارس بدو اياك ضروري ضروري. فارس؟ اه. وشو قلتي له؟ ها كذبة بيضة، قلت له انك مش موجود. مش انت قلت لي انه في كذب ابيض؟ كذب ابيض؟ خليني اروح اشوف الزلمة لانه في شغلة بيني وبينه. غافل؟ ها اوعك تنسى اليوم موعدنا مع دار اخوي عشان نسهر عندهم. ان شاء الله ان شاء الله، انا بدي اروح اطمس هالكذبة وارجع. خذ تلفونك. شكرا. يا الله. شو ماله هذا مستلمني طول اليوم؟ كذبة بيضة كذبة بيضة. حلو، جبناك يا عبد المعين تتعيننا، لقيناك يا عبد المعين بتنعان. شمتان فيهم؟ ما بيكفي هالمصيبة اللي صابتهم اللي ما كانت لا على البال ولا على الخاطر؟ بيستاهلوا، لأنه من الأول كانت نيتهم مش صح ليكون وافقتي. ومن وين يا حسرة؟ أنا بقول خلي كل واحد يخلع شوكه بيده. اسمعي، أنا من الصبح ما دقت ولا لقمة، سوي لي أكل يلا. وهذا اللي صار معنا يا عم، وإنت شو بتأمر؟ إحنا جاهزين. الأمر لله يا عمي، الله يرحمك يا حج أبو فايز ويسامحك. هات هالورقة يا عم اللي عليها حسابات أبوك وتوقيعه، هاتها هاتها. تفضل. والأصل اللي عندي كمان بالبيت راح أمزحها زي هاي.
وانا مسامحه دنيا واخر. شو اللي عملته يا عم؟ الحج ما كان يوكل حرام وماله حلال، وانا مسامحه دنيا واخر. بس يا عمي هذا حقك ما بصير. انا متنازل عن حقي عن طيب قلب. وديروا بالكم وخلكوا على نهج ابوك والله يرحمه. ابوك عمره ما اكل حق حدا. هاي الورقة اني متنازل عن حقي واني ما الي بذمة ابوك واشي. الله خاطركم. بارك الله فيك عم. الله معك. ديروا بالكم على حالكم. تسلم يا عمي. تسلم. سلام عليكم. تفضل تفضل. الو مرحبا سامي، كيفك يا اختي؟ جيبي جوزك وتعالوا تعشوا معنا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. بشوفك ما طولت. مش قلت لك رايح اطمس هالكذبه وارجع؟ اه شو عملت؟ فهمني بالضبط. بدي الصحيح. اه يا ريت. عملت سيئه وطمستها بالحسنه. مش الحسنات يذهبن السيئات. اه بس كيف؟ مش راح تفهمي قصدي ولا راح تفهمي علي. عندنا قهوه. اه عندنا الحمد لله. يا اختي يا ام سامي، الطمع امانه انا واخوي فايز. ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا هذا الرجل حتى ينورنا. في الخير، الله يجزيه خير يا رب. ومش بس هيك، اعطانا ورقه متنازل فيها عن كل ديون ابونا ومبريه. بتحبوا تسمعوا ايش فيها؟ سمعنا. مثل ما بدك حقك لازم تعطي حقوق الناس. حق البنت في الميراث مثل حقك في الاساس. خذ حقك واعطيها الحق حتى لو ذهب والماس. لا تتجاهل وتطنش وتمشي وتعمل حالك راس. بتضلك حاير قلقان وبتقضي عمرك محتاس. الصلح خير الصلح خير الصلاح يا ناس. وين الوفا وين الصدق والحب والإحساس؟ اسمع يا جاري بو علي دمي كرب لي غالي. دمو كرب لي غالي. حد علي أو إلي لازم أنا أطلع راس. لازم هو يطلع راس. لازم هو يطلع راس. أبي دخيلك هلا 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 هلا. آه يلا والدخيل على الله. أبي أبو علي هذا أنا بعشق ترى ضرب القانا. بعشق ترى ضرب القانا. اسمع عزفت ابننا شو قالوا فيها الناس. شو قالوا فيها الناس. شو قالوا فيها الناس. اذبح 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 ابي دخيل على الله. اسحب اي ام ابي. يا راكب براسك هبل لو نظرة منك بنعادل. لو نظرة منك بنعادل. او نظرة منك بنعمل. مش عيب يا ابن الناس. مش عيب يا ابن الناس. صالح جارة أصحاب لو مهما جارة. أصحاب لو مهما جارة. اكتب جارة ما ينشارة. انت حجار الألماس. انت حجار الألماس. انت حجار الألماس. لولا حيا دانية. لولا حيا دانية. ويم غصون العالية. ويم غصون العالية. وجد لولا حيا دانية. لولا حيا دانية. يا مغزول العالية. يا مغزول العالية.